أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ومن غزة المحاصرة وصواريخ القسام التي أدخلت الكيان الصهيوني في حالة ذهول غير مسبوقة ومظاهرات الدعم والتأييد لهذا التحول في المعركة، تستمر الأيام في تغطياتها المباشرة لنقل مجريات الأحداث هناك وارتداداتها على الساحة الفلسطينية والإقليمية والدولية معا. إذن مشاهدينا، للحديث أكثر عن هذا الموضوع نرحب سوية بضيوفنا الكرام، الباحث والأكاديمي الدكتور رسول المطلق. أهلا بك دكتور، ضيفا كريما. وبداية، تابعنا اليوم التظاهرات الحاشدة في مختلف بلدان العالم، عربية وغير عربية، إسلامية وغير إسلامية، وخصوصا التظاهرة الكبيرة التي شهدتها بغداد اليوم والداعمة للقضية الفلسطينية، وهذا الطوفان، طوفان الأقصى الذي حقق هذا الانتصار الكبير على الكيان المحتل. لكن هذه التظاهرات التي تمثل هذا الدعم الكبير، إلى أي درجة يمثل تحدي آخر أمام الاحتلال الصهيوني؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله وحيا جميع المشاهدين عبر أثيركم المبارك، ونسأل الله في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة الأمن والأمان ولجميع أهلنا وناسنا في فلسطين والعراقنا الحبيب، ونسأل الله الثبات والعزيمة لكل المقاومين والثوار ضد طغيان الصهاينة وقوى الاستكبار والشر العالمي. واقعا قبل أن أجيب بالمباشر على هذا التساؤل من جنابك الكريم، أود أن أبين قضية أنه إلى الآن البلدان والحكومات والشعوب والدول في أوروبا والغرب كانت أكثر مداراة لمشاعر الصهاينة وأكثر حزما وأكثر دعما، بدليل أن الكل أعلن يعني وفتح المساعدات والأبواب والدعم للكيان الصهيوني الغاصب. لكن ما يؤسفنا أنه على المستوى العربي أكثر من 21 دولة إلى الآن لم تكن المواقف الرسمية للحكومات والدول من هذه البلدان العربية بالمستوى المطلوب. نعم، نحن نراهن على إرادة الشعوب، وكما قال السيد الشهيد الأول المولى الصدر، قال أنه الجماهير أقوى من إرادة الطغاة. فنعم، الآن هنالك في عموم البلدان العربية وكذلك الإسلامية هنالك مواقف مجتمعية ومواقف جماهيرية ومواقف شعبية ساندة وداعمة للشعب الفلسطيني الأبي، إلا أنه مستوى وموقف الحكومات لم يكن بالمستوى المطلوب. اليوم نلحظ في العراق حقيقة كان العراق ولا زال من أكثر وأقوى الدول دعما للقضية الفلسطينية، وما نردده من شعارات فلسطين عربية وفلسطين أرض فلسطين لأهلها، وأنه الصهاينة مغتصبين، ونرفض أي قبول أو تطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، إنما هي ليست فقط شعارات، إنما هي تجسدت فينا وفي أرواحنا، وكذلك أصبحت يعني نمط حياة يألفه المواطن قبل الموقف الحكومي الرسمي. فاليوم أن يحصل هنالك بعض الفتور في العلاقات المجتمعية بين مكون وآخر، بين قومية وأخرى، لكن نلحظ أنه الشعب العراقي كردا وعربا، مسلمين ومن غير المسلمين، كلهم يرفضون أي تقبل أو أي فرصة للتطبيع مع الكيان الصهيوني. فالعراق والشعب العراقي والمجتمع العراقي ككل من زاخل للفاو كلهم متفقون على أن لا قبول ولا مهادنة مع ذلك العدو الغاصب وتلك القوى الاستكبارية. المواقف اليوم حقيقة كانت مواقف شعبية، مواقف وطنية، ومواقف عقائدية أكثر منها من أن تكون مواقف حكومية، بلحاظ عفوا أنه الحكومة العراقية بقيادة دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني كان ولا زال وهو ابن هذا الخط من أوائل الداعمين للقضية الفلسطينية. فنلحظ أول التصريحات الإدانة وأول بيانات الاستنكار كانت من الحكومة العراقية، ولم تأتي من البلدان المتاخمة والتي تجمعها مشتركات، أقصد مصر والأردن وسوريا، كلها أيضا أتت بياناتها واستنكاراتها متأخرة، هذا أن أتت أصلا. لكن الموقف الرسمي الحكومي دائما ما كان مع هذه القضية، وكان يعني داعما قلبا وقالبا كما يقولون. فلا غرابة في أن تصطف هذه الجموع
من مختلف يعني التيارات والممثليات الدينية والمجتمعية والسياسية لتعلن رفضها ودعمها للقضية الفلسطينية، وليس وقفة احتجاجية أو تضامنية فحسب، إنما من خلال البيانات التي تم أطلاقها في البصرة وفي النجف وفي بغداد وكربلاء والموصل أيضا الآن نلحظ، وأيضا في قضاء الحمدانية المنكوب نلحظ هنالك تجمعات للأخوة المسيحيين يوم غد عندهم أو يوم الأحد المقبل يعني بعد يومين وقفة تضامنية، ويعلنون عن استعدادهم للتبرعات ودفع المساعدات الإنسانية، وأيضا مناشدة المجتمع الدولي والمجتمع الإنساني على السماح بكسر الحصار، السماح بإدخال هذه المساعدات الإنسانية. طيب، أيضا ينضم لنا مباشرة عبر سكايب من موسكو العميد في الحزب السوري القومي الاجتماعي الدكتور طارق الأحمد. أهلا بكم دكتور طارق، وود أن نتحدث عن الدعم الغربي المخزي للكيان الصهيوني، وخصوصا إعلان هذا الدعم بشكل كبير ومبالغ به من قبل الإدارة الأمريكية، و اليوم محاولة من الإدارة الأمريكية لجمع دعم أو قطع بعض محاولة الدعم من دول إقليمية، وقام بزيارته أخيرا وزير الخارجية الأمريكي إلى الأردن ولقاء بملك الأردن. كيف قيمتم هذه الزيارة؟ نعم، تحياتي لك ولجميع المشاهدين الأعزاء في كل مكان، في عراقنا الحبيب، في سوريا و في كل أرضنا، والتحية لأهالي فلسطين وأهالي غزة وهؤلاء المناضلين الشرفاء الذين يكبر قلبنا بهم الحقيقة. أنا أعتقد بأن ما نشهده من مواقف غربية أمريكية وغربية هي تشي تماما بمستوى الأزمة من جهة والمأزق من جهة، وأيضا وحدة المصير مع الأسف الشديد ما بين الأنظمة السياسية للغرب وما بين هذا الكيان الصهيوني. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن هناك إعراض كامل، ليس فقط الإعراض التاريخي يعني تقريبا منذ 100 عام عن حقوق شعبنا في فلسطين، وإنما الآن يتكشف، طبعا يتكشف دوما ولكن يتكشف الآن، لأنهم كل شعارات الديمقراطية وكل شعارات حرية التعبير ساقطة سقوطا مدويا عندما تكون المسألة متعلقة باليهود أو متعلقة بإسرائيل. وبالتالي هذه المواقف من قبلهم هي مواقف غير أنها مخزية، هي تعبر عن المأزق الذي يعيشونه، لأنهم حقيقة لقد صنعوا هذا الكيان المصطنع لكنهم لا يعرفون، يعني هذه المكنة أو الآلة إذا صح التعبير التي قاموا بتصنيعها ليس لديهم وصفة لدفنها. دعني أقول لك هذا التعبير، ليس لديهم وصفة كيف سندفن هذا المخلوق الاصطناعي الذي صنعناه، لا نعرف كيف نفككه، لا نعرف. والآن نحن يحق لنا الحقيقة أن نتحدث عن دفن أو تفكيك هذا الكيان، لأنه بالعلم وليس بالشعارات يعيش حقيقة أيامه، أو يعني دعني أقول لك أنه يعيش مرحلة أرذل العمر كما يقال، يعني شيخوخة الاحتلال. وأنا تحدثت وكتبت عن هذا الأمر منذ سنتين تقريبا من خلال الاعتداءات السابقة على غزة، وأيضا إذا أضفت إلى هذا الأمر الأزمات داخل الكيان نفسه ما بين حكومته وتشكيلاته الدينية المتطرفة والعلمانية الموجودة وحجم الانقسام العمودي بينهم، والآن انكشف جيش الاحتلال أيضا الذي سموه في السابق بأنه جيش الذي لا يقهر، انكشف على شاشته الكبيرة والتي تشي بأن هذا الجيش غير قادر على
حماية هذا الكيان، فكيف سيصل؟ طيب باعتبارك دكتور ذكرت يعني كيف كشفت هذه المعركة هشاشة المنظومة العسكرية والأمنية الصهيونية، بالمقابل هل ستستطيع المقاومة استثمار هذه التطورات بمعطياتها الجديدة؟ دعني أقول مسألة هنا في غاية الأهمية. هذه المقاومة انطلقت منذ تأسيس الكيان، انطلقت نحن في الحزب لدينا أول شهيد عام 1937، يعني قبل 48. نعم. الذي سقط على أرض فلسطين اسمه حسين البنا، ثم توالى مواكب الشهداء، وكان هناك عمليات نوعية منذ الستينات ثم السبعينات والثمانينات، كان هناك فصائل فلسطينية مقاومة وفصائل طبعا فيها من كل الدول العربية ومن كل الأمة حقيقة، من 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 العراق، من سوريا، من لبنان، كان هناك شهداء، وكان هناك ليس فقط الجبهات، هناك حق أن نتحدث عن المناضلين الأوائل الذين أسسوا لهذه المقاومة. يمكن أن نتحدث عن الراحل أحمد جبريل، يمكن عن الجبهة الشعبية، جورج حبش، يمكن نتحدث عن الكثير، عن كثيرين. والآن مثلا بمناسبة هذه العملية التي رأيناها عملية نوعية تقنية بالطائرات الشراعية، هذه العملية تشابه عملية قبية عام 1987، وأنا كتبت عنها. هذه العملية كانت درة العمليات التي استطاعت بتقنية جديدة وبنفس الوقت بسيطة أن تقتحم دون أن يستطيع الرادار أن يكشف هذه الطائرات. وبالتالي لاحظ معي بأن هذه المقاومة الآن هي تراكم ذو شقين ذو نوعين. هناك تراكم تاريخي، بمعنى أن المقاومة استفادت من تراكم التاريخ، يعني سواء فشل أو النجاح، وراكمت هذا الرصيد. وتراكم جغرافي أيضا، يعني تراكم جغرافي. لماذا؟ لأن المحور كله يشترك الآن في هذا العمل المقاوم بالسر. طيب. وبالعلن طبعا، أين مطلوب الإخفاء والسر؟ كان هناك سرية في المعلومات والتعاون، وأين هناك أهمية في الإعلام وفي العمل المشترك؟ كان هناك وحدة الساحات. وبالتالي هل استطاع أهل غزة ومقاومو غزة أن يفعلوا هذا الفعل دون التعاون من المحور كله، من طهران إلى بغداد إلى دمشق إلى بيروت؟ وأنا الآن لا أفصل بين دول أو كيانات، سواء كان المقاومة في الحشد الشعبي أو ما فعله الشهداء وما فعله ما فعلته سوريا، ما قدمته من مساعدة ومساندة، ما فعله حزب الله. هذا الأمر كله هو عمل تراكمي نوعي متكاتف. طيب. مع بعضه، أوصلنا إلى المرحلة التي استطاعوا أن يعملوا تفوق نوعي ولو في مكان، ولكنه مكان كاسر للتوازن. طيب أعود لك دكتور رسول، مقابل هذا الدعم يعني الغربي، هناك تطورات به خصوصا من الإدارة الأمريكية، وتحديدا زيارة وزير الدفاع الأمريكي للكيان لإبداء الاستعداد على تقديم الدعم والمساعدة لإسرائيل. هذا التصريح من وزير الدفاع الأمريكي ألا يؤكد هشاشة المنظومة العسكرية الأمنية الإسرائيلية وقرب انهيارها وعدم صمودها لولا الأمريكان؟ نعم، هي بالأساس أمريكا أيضا تعاني من اضطرابات وانهيار اقتصادي كبير حاولت تغطي عليه بالإجراءات البنك الدولي الفيدرالي الأمريكي والخزانة الأمريكية، فبدأت تبحث عن فرص وتتحين فرص للتغطية على هشاشة النظام والسيناريوهات المرتقبة بانهيار النظام الأمريكي. فكانت قبل 4 أو 5 أشهر من الآن قد نشرت أكثر من 3000 جندي على الحدود السورية العراقية وعلى الحدود اللبنانية السورية. فأيضا هذا هي أشبه بمحاولات الرجل المريض الذي يحاول أن يثبت قواه أو يحاول أن يرسل رسالة على أنه قوي وثابت ومستعد للدعم، لكن داخله ينم عن هشاشة وعن انهيار كبير. فحاول أن يستعرض اليوم
على أنه بموضع القوة وموضع المركزية والسيطرة عندما أراد أن يكون هنالك حراك من قبل وزير الدفاع الأمريكي بدفع من حكومته، فتوجه لزيارة الكيان الصهيوني الغاصب، وكذلك من بعدها التقى برئيس السلطة الفلسطينية حتى أنه رفض أن يلتقيه في مقره المعهود في رام الله. فكان اللقاء في الأردن والترتيبات تنم على أنه هنالك، يعني حسب التسريبات كانت هنالك رسائل بالحراك على أصحاب القرار وتحديدا المرجعيات الدينية على التوجيه بتخفيف الوطأة وأيضا التخفيف عن تضييق الخناق على الكيان الصهيوني. لكن خرج هذه الرسائل غير المعلنة، لكن خرج بمؤتمر وما أعلنه على أنه مستعدي للدعم، والبارجة الأمريكية هذه جزء من الدعم ونستطيع أن ندعم بأكثر من ذلك. هذه كلها رسائل يعلم علم اليقين من يعمل في الاشتغالات العسكرية الاستراتيجية والأركان والمحللين السياسيين على أنها تنم عن الهشاشة وعن الخوف وعن عدم اليقين بالصمود أمام هذا الكيان الغاصب، لا سيما وأنه يعني يدعي أنه من الجيوش القوية وجيش لا يقهر ويسلح، لكنه مكسور الإرادة ومكسور العزيمة ولا يقوى على المقاومة والثبات. طيب، لكن الدعم الأمريكي دكتور رسول، هل يمكن اعتباره تشجيع مباشر وواضح للكيان بالإيغال بالدم الفلسطيني، مع تأكيد وزير الدفاع الأمريكي أوستن على حقية إسرائيل بالدفاع عن نفسها بأي وسيلة كانت؟ هو يبحث، يعني الموقف الأمريكي يبحث عن مناطق للتدخل والولوج جديدة لما أسماه يعني رئيس النظام الأمريكي والإدارة الأمريكية نفسه عندما كان يبحث عن خريطة طريق جديدة وشرق أوسط جديد، وكان يبحث عن العراق مقسم جديد. فهاي طروحته منذ العام 2011 التي طرحها قبل أن يتسنم مهام إدارة الأمريكية. فاليوم هذا النظام وبتقارير واهية من الدي او دي ديبارتمنت اوف ديفيند وزارة الدفاع الأمريكية يحاول أن يدفع عن مراكز ومناطق ونقاط تمركز جديدة في المنطقة، لكن المعطيات كلها تشير وهم باطلاع وقناعات تامة بهذه القناعات على أنه لا، ليس بالإمكان. لذلك هم حراكهم سيكون حراك على مستوى الإدارات التي لا تعترف بها المقاومة الإسلامية في العراق ولبنان وسوريا وكذلك في قطاع غزة وفي كل فلسطين. فإنه قولهم قول الثأر وقولهم قول التحرير وقولهم قول التحرير من الكيان الغاصب. أما ما يعقد من مؤتمرات وفي دهاليز السياسة فسوف لن تعتمد ولن تركن إليه يعني فصائل المقاومة الفلسطينية. والجميل في ذلك أنه اليوم كان هنالك حراك أيضا من المرجعية العليا في حوزة النجف بالدفع باتجاه تشكيل وفد ديني عالي المستوى ورفيع المستوى للتباحث مع الأزهر الشريف وأيضا حوزة قم وأيضا حوزة جبل عامل في لبنان وغيرها من يعني التمثيليات والمرجعيات الإسلامية في المنطقة العربية على أن يستصدروا بيانا وأيضا موقفا واحدا ضد الكيان الإسرائيلي الغاصب. ذلك ينم على أن هنالك محاولة جديدة للدعم باتجاه أنه دعم المقاومة أكثر. وإلى الآن نحن نلحظ كثير من البلدان العربية التي لها استعداد كامل للدعم العسكري والدعم الإنساني. يعني إلى الآن إيران لن تتدخل في العملية والعراق لن يتدخل وسوريا لن تتدخل وحزب الله في لبنان يمكن يعني قبل أقل من ساعة كان هنالك محاولات لعله بدفع من الداعم الأمريكي الغاصب وإدارته التي قلنا أنها تبحث عن مناطق تمركز جديدة أو محاولة جر واستثارة حفيظة بعض الفصائل المقاومة في إيران أو في لبنان أو في سوريا. فإنه كانت عملية نوعية على ما يسمى
الشريط الأزرق اللي بين لبنان وسوريا، والذي هو يعاني أيضا، شهد اليوم وليلة أمس عمليات مناورات لليونيفيل أو قوات حفظ السلام الدولية. فهذه العملية كانت مستفزة للعمق اللبناني، وأيضا مجاهدي حزب الله في لبنان لم يصبروا على هذه الاستفزازات، فكان الرد قاسيا لتنبئهم على أنه أي حراك أو عبث بهذه الحدود سيكون الرد قاسيا. ففعلا كبلوهم أكثر من 24 إصابة، ولعله بينهم عدد من القتلى لم يصرح بهم. طيب دكتور طارق، مقابل الدعم الغربي الذي شهدناه من قبل الإدارة الأمريكية وبقية الدول الغربية للكيان الصهيوني، أيضا تابعنا التظاهرات الشعبية الكبيرة الداعمة للقضية الفلسطينية والأخوة الفلسطينيين. هل ممكن أن تتوحد ساحات المقاومة المختلفة، وإلى أي درجة وحدتها هذه القضية؟ هناك شقين. الشق الأول أريد أن أتحدث أيضا عن الدعم الغربي. لاحظ معي بأن الولايات المتحدة الأمريكية إذ ترسل حامل الطائرات، ما الذي تستطيع أن تفعله حامل الطائرات أمريكية إلى الكيان الصهيوني؟ أصلا الكيان الصهيوني هو أكبر حامل الطائرات في العالم، كما قال مرة إسحاق شامير إذا كنت تذكر. وبالتالي يعني هو لديه آلاف طائرات، وهو عفوا مئات الطائرات، وهو أصلا يعني لديه أعلى أنواع التسليح والتكنولوجيا، وبالتالي الإضافة ليست إضافة نوعية. من هزم هذا الكيان هزمه بتقنيات بسيطة وليس بطائرات أو تكنولوجيا عالية لكي يحتاج هذا الدعم الغربي. من ناحية أخرى، اليوم ما شهدناه من امتلاء الساحات في مختلف العواصم والمناطق والتي فعلا نأمل أن تتطور لمظاهرات شعبية تعم وتكسر حتى هذا الصلف الغربي والإرادة الغربية وتقييد الحريات وكم الأفواه الذي تفعله الدول الغربية تجاه من يريد أن يعبر عن رأيه وعن تعاطفه مع قتل الناس في غزة، ليس فقط الأطفال والنساء والشيوخ والرجال أيضا وكل الناس، القهر وتعذيب هؤلاء الناس وقتل مستقبلهم قبل أي شيء، أصلا المستقبل مقتول. وبالتالي هؤلاء الناس يريدون أن يعبروا في كل مكان، يريدون أن يعبروا عن ما يريدون. وعندما تعم هذه المظاهرات كل أنحاء العالم ومع استمرار هذه المعركة، فهذه معركة أخرى، لأن هذا الكيان المسخ إسرائيل لا يستطيع أن يعيش إلا بالتعاون الكبير والدلال الكبير، دعني أقول لك يعني الخصوصية الكبيرة التي تخص فيها مختلف دول العالم، الدول الأوروبية، ومع الأسف الآن ليس فقط الدول الأوروبية، حتى الدول أصبح لديها علاقات جيدة وخاصة وتأثير أيضا ونفوذ في أفريقيا، في آسيا، في الكثير من دول العالم. وبالتالي عندما تتكشف صورته الحقيقية، نحن نعرف صورة الكيان، نعرف تاريخه، نعرف كل شيء عنه، ولكن لدى شعوب العالم وحتى شعوبنا العربية على فكرة غابت الكثير من هذه الصورة، حتى أن البعض بسبب سيطرة الإعلام المسموم الحقيقة صوروا لأجزاء كبيرة من شعبنا بأن هذا الكيان هو فيه الخلاص لكم، وبالتالي نعم هم سيطروا على الإعلام. هذا الوعي الجديد مع وجود المعركة، معركة الحق، يستطيع أن يغسل مرة أخرى، ينظف الوعي الجمعي لشعوبنا العربية من ناحية، وأيضا شعوب العالم يستطيع أن يعيد تنظيفها من هذا الزيك الذي كان، وهذا سيصب أيضا في تحرير الإنسان والأرض الفلسطينية. العميد في الحزب السوري القومي الاجتماعي دكتور طارق الأحمد، كنت معنا ضيفا كريما عبر سكاي من سوريا، شكرا لكم دكتور. دكتور رسول، كنت أتحدث عن المرجعية والحوزة في النجف الأشرف وبيان الإمام السيستاني واشتراط إزالة الكيان الغاصب شرطا لتحقيق السلام، هل يمكن اعتباره بمثابة فتوى؟
إلى الآن تعلم ويعلم الجميع أنه المرجعية الرشيدة العليا في النجف الأشرف متمثلة بالسيد السيستاني دام ظله، كل تحركاتها وكل كلماتها وكل خطبها وكل ما يصدر من كلمات هي محسوبة، تحسبها على المستوى الإنساني وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي وعلى مستوى الشركاء، وتحترم كل الشركاء في هذه الأرض وكل الشركاء في هذه الديانة. فلم تريد كعادتها أن تحرج دولة أو نظام أو مكون معين، إنما كان هنالك دعوة للتناصح والتراشد وللرأي فيما يصنعون إزاء ذلك الموقف. ولكن ما نلحظه في البدايات الأولى للمبادرة بمبادرة إرسال هذا الوفد الديني من حوزة النجف الأشرف إلى بلدان العربية والإسلامية، يعني واقعا ينم على أنه للبحث عن موقف اتجاه الكيان الصهيوني الغاصب. يعني لم نلحظ أنه حراك لنصرة الشعب المستضعف، لم نلحظ أنه بيان أو حراك لنصرة الشعب الفلسطيني، ولا للبحث عن المساعدات، ولا البحث من المزيد من التضامنات والوقفات التضامنية، إنما البحث عن موقف ضد هذا الكيان الغاصب. طيب دكتور، متى تتوقع أن تتدخل المقاومة فعليا وبشكل مباشر إقليميا لمساعدة الفلسطينيين وحركة حماس؟ كما يعني اشترط حزب الله أن إذا كان هناك اجتياح عسكري بري لغزة سوف يتدخل حزب الله. فعلا كانت هناك احتكاكات على الحدود اللبنانية في الجنوب اللبناني، وأيضا قام الكيان بقصف مطاري حلب ودمشق قبل يوم أمس. الآن كل تحركات الجيش الإسرائيلي الغاصب تنم عن لا تخطيط ولا يعني جدوى في تحركاته، وكذلك تنم عن انكسارات داخلية. فهو يحاول إثارة حفيظة حزب الله بدفع من أمريكا ووزير دفاعها في زيارته الأخيرة، وكذلك محاولات للتحرش في العمق السوري على المستوى العسكري ليلحظوا ردود الفعل، متناسين أن ردود الفعل المقاومة الإسلامية بكل محاورها سواء في العراق وفي سوريا ولبنان وحتى في مصر، إنه ردود الفعل دائما ما تكون مباغتة ومفاجئة لكل أعدائهم، بدليل ما كبدته يعني قوات الحشد الشعبي المقدس لعصابات داعش، والتي كانت أداة وتشكيل وتمويل من أدوات أمريكا وإسرائيل في المنطقة، والكل يعلم ذلك، القاصي قبل الداني. فإنه كانوا يعلمون علم اليقين ولاحظوا كيف كانت ردود الفعل وكيف كبدت وعادت هذه المجاميع الظلامية الإرهابية التكفيرية إلى مردها الحقيقي. كذلك الحال اليوم يعني على مستوى الجهوزية، فالجهوزية تامة ومطلقة، إنما كما وضحنا تنتظر رهن الإشارة، لأنهم ليسوا غاصبين إنما أصحاب حق ينتظرون للباطل جولة لكن للحق صولة. فعندما تكون هنالك كلمة من مرجعياتهم الدينية سوف لن تبقى إسرائيل ولا يبقى جندي ولا تبقى حصاراتهم، يكسرونها بإرادة قوية وبتخطيط يعني عزيمة قوية. كل ما يسوقون له في وسائل الإعلام من تضييق الخناق، من محاولات تحويل قطاع غزة إلى قطاع غير يعني كما أشار أفيخاي أدرعي، قال سنحوله إلى قطاع غير صالح للسكن حتى بعد أن تنتهي هذه العمليات، هذا يعني واهي، بدليل أنه مطالب الجيش الإسرائيلي للعوائل والبيوتات الفلسطينية المتاخمة لهذه المستوطنات بالإجلاء، رفضت كل العوائل حتى عندما أتاها يعني النداء من فصائل الحماس والقسام والشبيبة وغيرها من فصائل المقاومة العشرات إن لم تكن مئات، قالوا لهم انجلوا، قالوا لهم معكم أما أن نموت أو ننتصر. فهنالك دعم وهنالك مساندة وهنالك تشجيع من الداخل الفلسطيني، فضلا عن أنه ما يرتقبونه من يعني الخارج الفلسطيني، كلها على أهبة الاستعداد وعلى جهوزية. ولعله
بل أجزم ليس لعله أنه لا. هذه بداية النهاية لإسرائيل والادعاءات الأمريكية بأنها محاولة سيطرتها على العالم وأنها حامية السلام في العالم. طيب إذا ما تعاونت أطراف محور المقاومة وتعاونت هذه الدول وقدرت تفتح خط إمداد للمقاومة الفلسطينية وللسكان، شلون راح يساعد هذا الشيء بحسم المعركة لصالح المقاومة الفلسطينية؟ وهل ممكن أن يفتح جبهة إرباك جديدة للكيان الصهيوني؟ كل هذه الفصائل كما أشرت أنها لا تتحرك من عندياتها أو من ذاتها، إنما مأمورة بمرجعيات عقلانية وبمرجعيات دينية رشيدة تعرف وتعي كيف تتحرك، فإنه القرار بالتأكيد سوف يكون مدروس. وإذا كان هنالك سوف لن يكون هنالك إسرائيل ولم يكن هنالك نظام أمريكي الذي أشرنا قبل قليل بأنه يعاني من هشاشة ومن ضعف ومن انهيار اقتصادي كبير يحاول أن يستصدر صورة على أنه مسيطر، لكن كما أشرت أنها بداية النهاية، بدليل أنه اليوم يعني يمكن من بيان التظاهرات المليونية الحاشدة اليوم في مدينة بغداد على أنه سنكسر الحصار بإيصال المساعدات الإنسانية. هذا تحدي حقيقة، لأنه كثير من الشخصيات الإسرائيلية قالوا سوف لن يكون هنالك أي دخول ولو حتى للمساعدات الطبية ونحن نتحمل. طبعا هذا ليس بغريب وليس بجديد من هكذا مواقف خالية من الإنسانية، لا أقول إرهابية، لأنه شوف كما نجحوا في السيطرة على مصادر الإعلام في العالم جعلونا نتكلم بوصف كل سلوك همجي، كل سلوك وحشي، كل سلوك لا إنساني على أنه إرهابي، والإرهاب هو سمة إيجابية والإرهاب هو إسلامي، بدليل الله سبحانه وتعالى أشار في القرآن في أكثر من موضع: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، بأنه بامتلاكهم وسيطرتهم على مراكز الإعلام الدولي والعالمي حاولوا أن يخلقوا ما يسمى الستيريوتايب أو الصورة النمطية، وخلونا نلهج كأنظمة وكشعوب وكأفراد في المجتمعات العربية والإسلامية. عندما نرى شخص أو نظام أو دولة أو جيش غاصب نقول أنه إرهابي، بل هم نحن نرهبهم، نحن أصحاب الإرهاب، لأنه ذلك ما أمرنا به الدين الإسلامي الحنيف وكذلك الديانة المسيحية والديانة اليهودية باعتبارها ديانات إسلامية تنتمي إلى نبينا أبو الديانات النبي الله إبراهيم. فبسيطرتهم على الإعلام حاولوا حتى أن يعبثوا بهذه المفاهيم. فاليوم هذه إذا ما كان هنالك وقفة لهذه الفصائل صدقوني سوف لن يكون هنالك إسرائيل، بدليل أنه اليوم أيضا يعني حاولوا أن يعني يعرضوا الإعلام المقاومة الفلسطينية، فأتاهم الرد بأنه الإحصائيات ما أثارته أو ما كشف عنه أدرعي بأنه قال أكثر من 1300 أسير عند الفصائل المقاومة. أنت هذا الرقم المعلن، نحن نعلم في الإعلان وفي الإعلام وفي عمليات التوجيه المعنوي والحب والعمليات النفسية، أضرب هذا المثل في اثنين أو قل في ثلاثة وأنت مطمئن. أولا، ثانيا يعني قال أن هنالك أيضا العشرات أو المئات من المفقودين، ذولا في عداد أيضا الأسرى، فسوف لن يكون هنالك. ولا أريد أن أذكر الإعلام العالمي والدولي بأنه حادثة 2014 جلعيط فقط تم استبداله ب 1332 أسير فلسطيني في مواقف الاحتلال الصهيوني الغاصب. فسوف اليوم المقاومة سواء بمحاورها المجتمعة أو بمحورها الفلسطيني هي من تمتلك زمام المبادرة وهي من تمسك العصا من الوسط، وأن أرادوا أن يتكلموا فالكلام لها والمقال لها. أيضا نرحب بالباحثة بشأن السياسي الدكتور نسرين سلامة، تنضمن مباشرة عبر سكايب من سوريا. أهلا بكم دكتور نسرين، وبداية مقابل زيارة وزير الخارجية الأمريكية للأردن ولقاء بملك الأردن وكذلك الرئيس الفلسطيني، مقابلها كانت أكو مظاهرات في الأردن واقتربت من الحدود، لكن لماذا فرقتهم قوات الأمن الأردنية خلافا لما حدث في سوريا ولبنان؟
تماما، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، مساءكم سعيد، وان شاء الله تعالى النصر المؤزر لاخوتنا في فلسطين ان شاء الله تعالى. في الحقيقه ما حصل من يدعو الى الفخر والاعتزاز في 7 من تشرين، وانا اقول انه اليوم الثاني من حرب تشرين التحريريه التي بدات في عام 1973. لذلك اريد قبل ان اعرج على هذا الموضوع ان اقول ان هذه الطوفان الاقصى المشرف جدا كان له سبب، وهو الاعتداءات المتكرره للكيان المؤقت على شعبنا الفلسطيني الامن وعلى الدول المجاوره. وايضا كان هناك مجريات كانت يخوضها قوات الاحتلال، وهي سياسه الحرب بين الحروب، من اجل دائما ان يوهنوا العزيمه وان يقللوا من الكراهيه تجاههم، ولكنهم كانوا بذلك يزيدون من هذه الكراهيه تجاه كل ما هو يدعو الى ان يكون دخيلا على هذه الارض وليس له اي وجود لا تاريخي ولا ابدا اي وجود واي ذريعه من الذرائح التي يتكلمون بها. ولكن ما اريد ان اشير اليه هنا انه يجب ان يكون هناك اهداف واضحه، ويجب ان يكون مقاتلين البواسل قد وضعوا امام اعينهم اهدافا واضحه. هذه الاهداف لا نريد لها ان تكون او تتحول الى مجرد ايقاف القصف على غزه او تامين الماء والدواء والكهرباء، رغم اهميه هذا الموضوع جدا ورغم الحاحه جدا، ولكن لا نريد ان يكون انهاء هذا الفعل التاريخي والحدث التاريخي الكبير مرتبط بموضوع تحقيق هذه المكاسب البسيطه وكاننا في نراوح في المكان. نعود طيب. اعود الى سؤال حضرتك، وهو لماذا تم تفريق المناشدين بنصرة أخوانهم في فلسطين في الأردن؟ نعم. مقابل أنه لم يكن هناك شيء مثيل في باقي الأماكن. السبب في ذلك برأيي أن هناك حالة من الانفصال بين الشعب وإرادة الشعب في العديد من الدول العربية، وبين ما تنتهجه حكوماتها وبين مواقف حكوماتها من نصرة الشعب الفلسطيني ومن التعامل مع الشأن الفلسطيني. لذلك نلاحظ هذا الانفصام الذي من الممكن أن يعول عليه كثيرا، لأنه بالنهاية لا تستطيع أي حكومات أن تكون منفصلة عن شعبها مهما حاولت أن تهدئ، ولكن عندما يكون هذا الحراك العروبي الواضح والجماهيري الواضح، فبكل تأكيد لن تستطيع الحكومات أن تضبط زمام الأمور في هذا الموضوع. هو مجرد خروج بريء بكلمات واضحة، ممكن أن تكون ليس فقط تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، أي شعب عربي يتعرض لمثل هذا الحصار الخانق، المستشفيات سوف تتحول إلى مقابر جماعية بسبب انقطاع الكهرباء عنها، الماء، الكهرباء، مقومات الحياة، أغذية الأطفال. أي شعب عربي ممكن أن يتعرض لهكذا ظروف؟ فيجب أن تتكامل وتتكاتف معه الشعوب العربية. وما حصل في سوريا خلال سنوات الحرب التي شنت عليها أيضا وقفت الشعوب العربية إلى جانبنا، رغم أنها كانت الحكومات لها رأي آخر في هذا الموضوع للأسف. طيب دكتورة نسرين، إذا تسمحي لي، إذا ما أجرينا دكتورة إذا تسمحي لي إذا ما أجرينا مقارنة ما بين الدعم الشعبي لفلسطين والدعم للكيان الغاصب من قبل حكومات غربية، دكتورة نسرين إذا ما أجرينا مقارنة ما بين الدعم لفلسطين والدعم للكيان الغاصب، الدعم الشعبي لفلسطين ودعم حكومات غربية للكيان الإسرائيلي، أيهما أهم للقضية الفلسطينية؟ حقيقة نلاحظ أنه بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكين أنه قسم الأدوار، قال لحكومة الكيان المؤقت وللجيش الاحتلال الإسرائيلي أن تهتم بغزة ونحن سوف نهتم بالجبهة الشمالية، لأن منذ اليوم الأول منذ 27 الأول والقوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم
تخاف أن تصب كل قوتها في اتجاه غزة واتجاه الجنوب، وفي محاولة أو في خوف منتظر تماما. وأقول لك لو طارت حمامة في الحدود الشمالية لظنوا أنها قصف تجاههم، لأنهم هم ليسوا أصحاب أرض، ووجودهم يعرفون تماما أن وجودهم غير شرعي، فلم يطمئنوا يوما ولم يكن في حسبانهم يوما أن هذه البلاد هي بلادهم. لذلك عندما أتى كانت هذه الزيارة لوزير الخارجية الأمريكي، تقاسموا الأدوار كما قلت لك، قالوا لهم افعلوا ما تريدون وأبيدوا شعب غزة، ونحن سوف نهتم بحزب الله وبقوات حزب الله وبالجبهة الشمالية. ولكن نسوا تماما أن الداخل الفلسطيني كله مشتعل وملتهب تجاههم. اليوم شاهدت عدة مقاطع عبر التلفاز بأنهم لا يزال أهالي الضفة الغربية يقاتلونهم بالحجارة، وبالمقابل ترد عليهم قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاصب بالرصاص المسيل للدموع وبقنابل وبرصاص حي، حتى أدى إلى سقوط الكثير من الشهداء. ناهيك عن ذلك، فإن الحكومات مهما كانت مواقفها، هناك مواقف شعوب دائما تطغى عليها، فالإرادة هي إرادة الشعب. وأعرج هنا أيضا بناحية أخرى، أن حتى الشعب الأمريكي ليس مع أن يخوض هذه الحروب التي أودت باقتصاده وباستقراره، ليس والمتابع للإعلام والصحف الأمريكية يلاحظ تماما أنها بدأت تكذب حتى الأخبار المغرضة التي ينشروها، ومن ضمنها تشبيه حركة حماس بداعش، ومن ضمنها أنهم يقومون بذبح الأطفال، بحيث نشر أحد المغردين أنهم حركة حماس ذبحت 40 طفلا. حتى هذه المقولات أصبح الإعلام أو بالأحرى المجتمع الأمريكي يكذبها، لأنه أين الدليل؟ لا يوجد أي دليل. حتى الأندبندنت، حتى البيت الأبيض أيضا كذب هذه الأنباء وهذه الدعاية. لذلك نرى أن في النهاية الشعوب هي التي تقرر ما يجب أن تقوم حكوماتها به، حتى لو طال الأمد وحتى لو اضطرت لأن تأخذ المزيد من الوقت. أرجع لك دكتور رسول، بعد قراءة الرسائل بمجملها التي حملها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بزيارته إلى الكيان، هل وجدتم فيها رغبة أمريكية لتوسيع العدوان إقليميا؟ حقيقة أنه ما المراقب والقارئ بدقة وبعناية للمواقف الأمريكية وللتحركات قبل حرب أو صول الطوفان الأقصى، كانت متلكئة وتنم على أنها ضاعت بوصلة اتجاهاتها ولا تعلم كيف تتحرك. تارة تنشر عدد من الجنود، تارة تحاول أن تدعم يعني الحرب الأوكرانية باتجاه العمق الروسي، تارة تعلن براءتها عن الدعم وتقول أنها غير ملزمة بالدعم. فأمريكا معروفة بمواقفها ومعروفة سياساتها فيما يسمى الركمجة، فهم يركبون الأمواج كلما اقتضى ذلك، وكلما مؤشر بوصلتهم باتجاه المصلحة نظامهم تحديدا وليس مصلحة أمريكا ككل قاعدة وشعب. فاليوم يعني هم يبحثون عن سيناريو لما يسمى يعني الفوضى الخلاقة. الآن هم يعيشون هذه الفوضى ويراقبون ويستعرضون أدوار واهية بعيدة عن التطبيقات، بعيدة عن الالتزامات، حتى مع الكيان الصهيوني الغاصب الذي كان يحظى برعايتهم ودعمهم حتى أنه لقبت إسرائيل بالطفلة المدللة لأمريكا. اليوم أمريكا مستعدة للتخلي عن هذه الطفلة إذا ما كان هنالك مزيد من ما يرهق ميزانيتها ومزيد من ما يرهق تشتتات نظامها وضياع بوصلتها، لأنه هنالك مواقف أمريكية ناقمة على قوانين الضمان وعلى قوانين الضرائب، وكما ذكرنا في بداية هذه الحلقة يعاني من انهيارات اقتصادية وهشاشة في النظام أثرت على تأييده القاعدة الشعبية الأمريكية إلى تحركات النظام. فاليوم يعني هي تحاول أن تستعرض، تحاول أن تهدد، تحاول أن تدعي أنها مع تحركات الكيان الصهيوني الغاصب، لكن هذه كما يسمونها ادعاءات، إنما الموقف والفصل والكلمة الفصل والكلمة الحق
بيد محاور المقاومة، وهي من ستقرر كيف سيكون التدخل الأمريكي وكيف سينقلون ذلك النظام الحامي لهذه الطفلة الغاصبة. هم أصحاب الكلمة وهم أصحاب المبادئة. لا. كما ذكرت أنه الصولة انتهت، صولة الباطل انتهت، الآن للحق جولة، فعندما يجول سوف لن يبقي ولا يذر أمامه ما يراه يهدد المصلحة العربية ومصلحة المنطقة والمصلحة الإسلامية. طيب. عد لك دكتور نسرين بسؤال أخير. قيام الكيان الغاصب بقصف مطاري حلب ودمشق، ولديه احتكاك على حدود جنوب لبنان، بالمقابل سوريا ولبنان ومحور المقاومة بشكل عام، دكتور هل لديكم استعداد لتوسع العدوان الصهيوني ومواجهته؟ حقيقة إذا كنت فقد فهمت سؤالك جيدا لأن الصوت كان ضعيف قليلا. أنا لست ناطقة رسميا باسم سوريا والمواقف السورية، ولكن نحن كشعب سوري أستطيع أن أتحدث بنفس الشعب السوري. نحن جاهزون لدعم أخوتنا في فلسطين بكل ما نستطيع من دماء وشهداء ومال وكل ما نستطيع، حتى بالكلمة وحتى بقلوبنا متضامنين معهم تماما. لذلك فحتى الحكومات التي هي داعمة تماما لطوفان الأقصى هي أعلنت بشكل واضح أنها ليست على الحياد. ماذا يعني ليست على الحياد؟ يعني أنها جاهزة تماما لكي لا يستفرد الكيان الصهيوني المؤقت الغاصب في بشعبنا في فلسطين. ولكن بالمقابل هناك شرعية دولية يجب الالتزام بها من أجل ألا يكون لأحد مأخذ، رغم أن بالمقابل الطرف الآخر وهو الكيان المؤقت الاحتلال الإسرائيلي ومن خلفه داعميه من أمريكا وبعض الأنظمة العربية التي فتحت أبواب قواعدها الأمريكية الموجودة فيها العسكرية ليزداد العتاد فيها والتجهيزات فيها. نحن دائما وأبدا كما أقول لك، هذه الحكومات التي أعلنت أنها ليست على الحياد فهي بكل تأكيد، والقارئ لسياسات هذه المنطقة يرى أنها بكل تأكيد لن تسمح بأن يباد الشعب في شعبنا وأهلنا في غزة وفي فلسطين. ونحن تماما لسنا مع فكرة خروج أهلنا في غزة باتجاه الجنوب، فأخواننا في بعد حرب 1948 خرجوا على أمل العودة غدا أو بعد غد، وهم اليوم 75 عاما تمر ولم يعودوا إلى بيوتهم. إن الصمود يستمد أي مقاوم عربي، وفي كما قلت لك في سوريا وفي غيرها من البقاع التي تمتاز بحس عروبي يستمدون قوتهم من قوة صمود أهلنا في فلسطين. نستمد قوتنا من قوة ما يقدموه من شهداء، ما يحققوه من صمود، ما يحققوه من انتصارات. طيب. نحن نلتزم تماما بالشرعية الدولية وبالقانون الدولي، حتى وإن كان الطرف الآخر وهو كما قلت لك الكيان الصهيوني الغاصب ومشغله لا يلتزمون به. ومن المعيب جدا 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 أن نضع الكيان الصهيوني الغاصب وقوات الاحتلال الإسرائيلي في نفس الكفة مع أهلنا في فلسطين ومع المقاتلين. طيب. في حماس، لأن أحدهم واضح. وهو الفلسطينيون هم أصحاب الحق، والآخر هو معتدي ويسلب الحق والأرض والوجود. واضح دكتور. كيف لنا أن نساوي بينها تحت الكفتين، وكيف لنا أن طيب. نعاملهم بنفس المعاملة؟ شكرا لكم دكتور الباحثة بشأن السياسي دكتور نسرين سلامة، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من سوريا. إذا تسمعيني دكتور شكرا لكم، والشكر الجزيل للباحث والأكاديمي الدكتور رسول المطلق، كنت ضيفا كريما. شكرا لكم دكتور، والشكر الجزيل لكم مشاهدينا. وبالتأكيد التغطيات لطوفان الأقصى سوف تستمر من قناة الأيام، وأرجو أن تبقوا معنا طالما استمر هذا الطوفان. والشكر الجزيل لكم وإلى اللقاء.